بعد ما تلقينا دعوة من مؤسسة توكل كرمان لحضور هذا الملتقى الجميل والمعرض الفوتوغرافي الجميل لفنان سويدي بعينه بعدسته السويدية لإسقاطاته الضوئية وتصويره الفني الجميل الذي أرجعنا إلى زمان كنا نعيش فيها بطيبة ومحبة. ومن خلال مشاهدتي للقطات الجميلة بعين سويدية إلى يمن السعيد، حقيقة عشت داخل كل صورة جميلة. وكما هي ضيافة الملتقى اختلطت علي نكهة الزبيب اليمني واللوز، ومن خلال هذه الطعمة ومن خلال هذه اللغة البصرية التي شاهدتها من خلال هذه الصور الجميلة أحسست وكأنني أعيش نفس اللحظة، لحظة الصورة.